هذا وقد أعدم النظام الإيراني 5 معتقلين إعداما جماعيا في سجن ديزل أباد بمدينة كرمانشاه من غير الكشف عن التهم الموجهة إليهم. وارتفعت وتيرة الإعدامات خلال فترة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر من العام الماضي. ويستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع وخلق أجواء الرعب بين المواطنين للحيلولة دون وقوع الاحتجاجات المتزايدة من مختلف شرائح المجتمع. ووفقا لتقارير حقوقية، فإن إيران قد أحرزت المرتبة الأولى في العالم في عدد إعدامات مواطنيها، وأن 60% من هذه الإعدامات لا يتم الإبلاغ عنها من قبل الدولة أو السلطة القضائية التي تنفذ أحكام الإعدام سراً.